الانفجارات والحوادث الغامضة مستمرة في الداخل الإيراني، وصباح هذا اليوم كنا أمام حريق جديد ومريب في إيران مرة أخرى. وتحدثت العديد من الوكالات الإيرانية حول هذا الحريق وما جرى، مثل مهر نيوز وصحيفة كيهان وكذلك إيران انترناشنال. وهذا الحريق طال شمال غرب إيران في أذربيجان الغربية تحديدا، وبشكل أدق باتجاه مدينة أورميا إلى جنوب غربها. هنالك الحديقة العلمية التكنولوجية، والمبنى الذي طاله هذا الحريق هو هذا المبنى الكبير الذي نراه أمامنا، وهو مبنى الخدمات التكنولوجية والتجارية التابعة لشركة المدن الصناعية، الذي جرى ببساطة بأن الحريق بدأ من سقف هذا المبنى بشكل مفاجئ، وبعد ذلك النيران التهمت هذا المبنى بالكامل. ونلاحظ أن هنالك لقطات أساسا مصورة لنفس هذا المبنى تظهر لك طبيعة هذا الحريق واشتعال النيران. لم تعطي إيران أي أسباب حول ما جرى، بل إن الجانب الإيراني كان يتحدث ببساطة بأن تحقيقا قد فتح حول ما جرى، والمشكلة الأساسية أن النار التهمت كل ما هو موجود في داخل هذا المبنى الذي كان يتواجد فيه تقريبا 100 من العمال والموظفين في عدد من الشركات التكنولوجية المهمة للغاية، ولم يبقى شيئا من المبنى كما نلاحظ هنا، كل شيء احترق. وهنالك ملاحظات مثيرة حول ما جرى، لأننا قد نكون أمام حادث وقد نكون أمام عمل تخريبي مع كثرة مثل هذه الحوادث في الداخل الإيراني. واحدة من المسائل المثيرة هو أن هذا المبنى منعزل بداية، ليست هنالك الكثير من المباني كما نلاحظ بجانب هذا المبنى، بالإضافة إلى ذلك إلى أنه يقع في أورميا، وأورميا تعتبر من أهم وأكثر ثالث المدن، وهي تعتبر من أهم المدن أساسا الإيرانية على مستوى التقدم التكنولوجي. هي تعتبر أكثر المدن الإيرانية أو ثالث أكثر المدن الإيرانية تقدما على المستوى التكنولوجي بعد تبريز وبعد مشهد، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا الحريق يأتي بعد يوم واحد فقط من إعلان من السلطات الإيرانية لحظر طيران في هذه المنطقة تحديدا التي كنا نتحدث عنها. نشرت هذه المسألة إيران أوبزيرفر، ونشرت صور طبيعة الإنذارات للطيارين كما نلاحظ في عدد من الأجزاء الموجودة في إيران، إن كانت على مستوى شرق إيران أو حتى غرب إيران. ولاحظ هنا من هذه الصورة التي نراها بأن هنالك حظرا للطيران فعلا قد فرض من قبل الجانب الإيراني للطيارين للرحلات المدنية، ممنوع من التحليق في هذه المنطقة، وذلك بسبب أن هنالك تجارب ومناورات صاروخية تقوم بها إيران، وهذه المنطقة كما نلاحظ تأتي باتجاهها قاعدة تبريز، قاعدتين في حقيقة الأمر من الصواريخ موجودة في هذه المنطقة، وبالتالي هذا يوضح أن هنالك مناورات وجاء هذا الحريق الذي نتحدث عنه. كذلك هو ليس بالحالة المنفردة عندما نتحدث عن هذا الحريق، كما هو معروف فإننا كنا أمام العديد من الحوادث الغامضة مؤخرا. على سبيل المثال في الأيام القليلة الماضية قبل 10 أيام في 7 نوفمبر على سبيل المثال، فجأة سقطت إحدى الطائرات من طائرات F4، وهي من الطائرات التابعة للجيش الإيراني، سقطت بهذه الطريقة. أغلقت إيران والقوات الإيرانية الطرق ولم تتحدث عن هذه المسألة، ولم تقل شيئا واحدا حول ما جرى، بينما مصادر مهمة مثل كلاش ريبورت نقلت فعلا التفاصيل بالكامل حول سقوط هذه الطائرة بالقرب من قاعدة كرمانشاه الصاروخية. كذلك أيضا قبل 3 أيام من هذا الحادث تحديدا في 4 نوفمبر، كانت هنالك مروحية سقطت بهذه الطريقة المفاجئة، واتضح بأن كان على متنها جنرال في الحرس الثوري الإيراني وعضو في القوات البرية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، هما اللذين طبعا قتلا جراء سقوط هذه المروحية. كذلك في 24 أكتوبر الماضي كنا أمام اشتعال للنار أيضا في إحدى منشآت الطاقة الموجودة في كرج إلى شرق العاصمة الإيرانية طهران، ولم تكن هنالك أيضا أي تفسيرات من قبل الجانب الإيراني حول ما جرى هنا. كذلك أيضا في 12 أكتوبر كنا أمام اشتعال للنيران في شاد أباد في العاصمة الإيرانية طهران، واشتعلت السوق سوق الحديد، جزء من سوق الحديد في هذه المنطقة
اشتعل بالنار بالكامل، ولاحظ لم يبقى شيء هنا في هذه أو من هذه الشركات، واتضح بأن شركتين من الشركات الموجودة في هذه المنطقة هي تقوم بصناعة العديد من الضواغط والصمامات التي ممكن أن تستخدم في صناعات الغاز، ولكن أيضا هي تدخل في صناعة أجهزة الطرد المركزية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وبالتالي نتحدث عن أساس بناء أجهزة الطرد المركزية هي التي استهدفت، وها نحن أمام إحدى المباني التكنولوجية الأكثر تقدما موجودة في أورمية في إيران. فجأة اشتعلت بها النيران، وليس واضحا حتى هذه اللحظة ما إذا كانت المسائل التكنولوجية في هذا المبنى تدخل في مسائل التسليح أو في المسائل النووية، ولكن أيضا لا بد من الانتباه بأننا هذا الحريق، وهذا الحريق الذي نتحدث عنه يأتي في ظل تفاصيل تحدث عنها ليندزي جراهام السيناتور الجمهورية المعروف والمقرب من دونالد ترامب. كان قد أبلغ مؤخرا نتنياهو بحسب موقع أكسيوس الأمريكي بأن عليه افعل ما تراه مناسبا لإيقاف التقدم النووي. كذلك أن نفس هذا الموقع موقع أكسيوس تحدث عن ما جرى من الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي جاءت باتجاه بارجين إلى شرق العاصمة الإيرانية طهران، تقريبا جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، باتجاه هذا المبنى تحديدا الذي نراه هنا، الذي عندما استهدفته إسرائيل قالت بعض المصادر بأنه كان مبنى سابقا نشط على المستوى النووي. ولاحظ هذه الضربة التي طالت هذا المبنى، لاحظ هنا قبل وهنا بعد، لم يبقى شيئا من هذا المبنى. المثير بهذه المسألة اتضح بأن هذا المبنى نشط بالفعل، وكانت إيران تعمل سرا على مسألة التقدم النووي، وهذا المبنى يلعب دورا كبيرا في هذه المسألة. هنالك معدات أساسية ومهمة في هذا المبنى، ولم يكن يعلم الكثير من المسؤولين الإيرانيين في الحكومة الإيرانية حول ما جرى، لكن إسرائيل عرفت حقيقة هذا المبنى وقاموا باستهدافه، وهذا ما ذكره مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على هذه المسألة لموقع أكسيوس مؤخرا. قال هذه المعدات سوف يحتاجها الإيرانيون في المستقبل إذا كانوا يريدون تحقيق تقدم نحو امتلاك قنبلة نووية، والآن لم يعد لديهم هذه المعدات وسوف يحتاجون إلى إيجاد حل آخر، وسوف نرى ذلك. وهذا هو طبعا الذي أغضب المرشد الأعلى، وبدأنا نرى التصريحات من قبل الجانب الإيراني بأنهم يريدون تحقيق عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل، ورأينا مثل هذا الإنذار من السلطات الإيرانية للطيارين والرحلات المدنية بأن عليهم الابتعاد من شرق العاصمة الإيرانية طهران. يوم غد ستبدأ مناورات وإطلاق للصواريخ في هذه المنطقة، ستستمر طبعا لمدة يومين. وكذلك أيضا في نفس الوقت رأينا هذه الإنذارات التي تحدثنا عنها، نلاحظ هنا على مستوى شرق إيران فإن القواعد الصاروخية المهمة، أن هذا الإنذار هو يغطي قاعدة أو قواعد الصاروخية الموجودة في تبريز أو حتى في كرمانشاه، وهاتين القاعدتين هي تعتبر الأخطر طبعا على إسرائيل، كما نلاحظ أن فوق الأجواء العراقية فوق الأجواء السورية مباشرة إلى إسرائيل لا تحدي أبدا على مستوى المنظومات الدفاعية إلا الطائرات الأمريكية أو الإسرائيلية أو الغربية أن تكون فوق الأجواء العراقية والسورية من أجل التصدي لأي صواريخ من الممكن أن تكون قادمة باتجاه إسرائيل. وهذه أيضا تعتبر مسألة مهمة لحزب الله، هي ليست مسألة فقط انتقام من قبل إيران أو محاولة تحقيق ردع ضد إسرائيل، لا أبدا، بل أن الجانب الإسرائيلي الآن يتقدم بشكل كبير في الجنوب اللبناني، كما نلاحظ من خرائط محدثة توضح أن إسرائيل أمنت كل هذا الشريط باللون البنفسجي كما نلاحظ، وتقدمت وسيطرت عليه، ولم يعد حزب الله قادرا على السيطرة أو متواجدا في هذه المنطقة. بالتالي التهديدات الهجومية من قبل حزب الله توقفت تماما، لا بل أن إسرائيل تقدمت هنا في هذه المنطقة. لاحظ إذا ما اقتربنا منها فإن التقدم الإسرائيلي أصبح كبيرا، وصل إلى أكثر من 6.4 كيلومتر باتجاه شاما ومجدل زون كذلك، وهذا يضع حزب الله في موقف صعب للغاية. لماذا؟ لأن حزب الله إن بقي في هذه المنطقة فهو أصبح محاصرا، من الممكن للجانب الإسرائيلي أن يتقدم بشكل أكبر، وهذا يعني بأنهم محاصرين. كذلك أن قناة كان العبرية كانت قد تحدثت، أو قناة 14 العبرية تأكدت بأن المدفعية الإسرائيلية انتشرت الآن في داخل لبنان، نقلت من إسرائيل إلى جنوب لبنان، وذلك من أجل أن يكون هنالك مدى أوسع في توجيه هذه الضربات أو مدى أبعد في توجيه الضربات على حزب الله. كذلك الكثافة النيرانية تزداد، وأي فشل في الإطلاق لن يسقط في إسرائيل لا أبدا، بل هو سيسقط على حزب الله اللبناني. بالتالي وضع حزب الله هنا تكتيكيا هم مضطرين طبعا للانسحاب في ظل
فكي كماشة قادمة من قبل الأجانب الإسرائيلية عليهم الانسحاب، ولملمت الجراح بكل تأكيد، وتنظيم صفوفهم والاعتماد على الصواريخ والقدرات والإمكانيات الصاروخية الخاصة بهم من أجل إبطاء هذا الهجوم قدر الإمكان حتى تسلم دونالد ترامب منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في شهر يناير القادم لا بد لهم أن يفعلوا شيئا في هذه الفترة، لأنها فترة حرجة للغاية. لكن ما هو مثير بهذه المسألة أن هنالك شكل آخر أو وجه آخر للجانب الإيراني بدأ يظهر، ألا وهو وجه المفاوضات. على الرغم من كل التهديدات تجاه إسرائيل إلا أنهم يفاوضون. الواضح هنا بأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زار إيران لمدة يومين، وزار منشأة نتنز النووية ومنشأة فوردو النووية. كذلك عباس عراقشي وهو وزير الخارجية الإيراني قال بأن لا تزال ثمة فرصة للدبلوماسية رغم كل الحروب الجارية، إن كانت في قطاع غزة أو إن كانت في لبنان لا زالت مستمرة الفرصة كما هو يتحدث. كذلك أن موقع أكسيوس أو سي بي أس نيوز الأمريكي كان قد تحدث بشكل واضح بأن الجانب الأمريكي تسلم رسالة من إيران بأن إيران لم تكن نشطة نهائيا في محاولتها لاغتيال دونالد ترامب انتقاما لقاسم سليماني، رغم كل التقديرات والمعلومات التي نشرت من قبل الاستخبارات الأمريكية أو بعض التسريبات الأمريكية، إلا أن إيران أعطت ضمانات بأنها لم تكن نشطة بهذا الاتجاه نهائيا لا عدا أبدا. كذلك أثار الجدل اللقاء الذي جرى بين إيلون ماسك، وتحدثت عنه الأسوشيتد بريس وعدد من المصادر المهمة بأنه التقى مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة وناقشوا عددا من الأمور. إيران نفت هذه القضية، لكن المصادر الأمريكية والمصادر الإخبارية الرصينة تحدثت بأن إيران بالعكس هي التي طلبت لقاء إيلون ماسك من أجل هذه المسألة. وكذلك أيضا في نفس الوقت أن إيران واضح للغاية أنها تتحرك على هذا المستوى الدبلوماسي لأنها ترى ما هو قادم من قبل دونالد ترامب. الفاينانشال تايمز كانت قد أكدت بأن دونالد ترامب سيعمل على إحياء سياسة الضغط القصوى التي انتهجتها بهدف إفلاس قدرة إيران على تمويل وكلائها الإقليميين وتطوير الأسلحة النووية. بالتالي كل شيء يتطور بشكل مثير للانتباه طبعا بالنسبة للجانب الإيراني، حرائق، انفجارات، ظروف غامضة للغاية، والأسئلة طبعا التي توضع حول ما يجري هنا. هل إسرائيل خلف ما جرى هنا من هذا الحريق أم أطراف معارضة، أم هذا هو الحال وهذا هو أو هذه هي السيناريوهات التي يجب أن نتوقعها في الداخل الإيراني بغض النظر إن كانت مفتعلة أو غير مفتعلة.